أرحب فيكم سادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج المرصد، واليوم نلتقي وإياكم بحلقة جديدة ونتحدث تحديدا عن الدائرة الرابعة. أرحب بضيفنا العزيز اللي حرص على التواصل والتواجد معنا، أبو يوسف حياك الله معنا. الله يحييك. الأستاذ والمحلل السياسي الإعلامي ناصر العبدلي اللي دائما مشرفنا في البرنامج. الله يحييك. ودائما ما نتحدث عن تحليل الدوائر وسير العملية الانتخابية. قد تحدثنا عن يعني الدوائر بشكل عام بدولة الكويت وتطرقنا لها وتطرقنا إلى أبرز التيارات والأفراد، يعني الأمور السياسية اللي تسير، وكذلك اللحظات الأخيرة للمرشح كيف يتم استغلالها، الندوات الإعلامية، تقييمنا للندوات الإعلامية، تقييمنا للحركة السياسية بالكويت. ولكن اليوم مرة أخرى نعود إلى الدائرة الرابعة ونجول بها مرة أخرى ونحاول أن نحلل ونناقش أبرز المرشحين اللي ممكن وصولهم إلى أيضا مجلس الأمة. بالسابق يوسف تطرقت إلى شرح تقريبا 20 اسم او 15 اسم، قلت هذيلة في دائره المنافسه، وقلت ان اصلا يعني الاسماء اللي راح توصل هال 12 واضحين كانوا بالنسبه لك، وكان بالامكان عندما تحدثت عن الدائره الرابعه ان يتم اغلاقها. قلت لو يتم اتباع تكتيك معين يتم اغلاقها خمسه. صحيح. صحيح. من قبيله مطير الكرام، خمسه من قبيله رشايد الكرام، ولكن تحتاج الى عادة صفوف. دعنا اليوم نتحدث عن الدائره الرابعه وابرز الاحداث اللي حصلت فيها خصوصا الاسبوع اللي طاف. طبعا هي الدائرة الرابعة، يعني تحدثنا عن عدد أو الشرائح الرئيسية فيها. طبعا نعم. أبناء القبائل هم الشريحة الرئيسية. نعم. والأكبر. نعم. عددهم يصل إلى 110,000. نعم. تتوزع بين أكثر من 9 أو 10 قبائل. نعم. القبيلة الأولى في التصويت أو الكتلة الأولى هي قبيلة مطير. نعم. 30,000. ثم تليها قبيلة الرشايدة 20,000. ثم عنزة. نعم. والشمر والعجمان وبقية القبائل تختلف بين 8-9,000 صوت. نعم. التنافس طبعا هي شو اللي صار، أبرز اللي صار الأسبوع اللي طاف؟ يعني هل هذه الدائرة بيوسف اسمح لي ارتفع بها سقف الخطاب الأسبوع اللي طاف ورأينا بتويتر ضجة شوي هو يعني ما نلوم المرشح، دائما المرشح يبحث عن مادة، يعني يطرح يستقطب الناخب، وهو في دائرة صعبة جدا، يعني سواء على صعيد القبيلة أو على صعيد الدائرة هناك صراع بين مكونات القبيلة الوحدة، وهناك صراع بين مكونات الدائرة. ولذلك هو المرشح في هذه الدائرة مستنفر على جبهتين على الأقل، يبحث عن قضية. ولاحظنا في كل مرة يكون هناك طرح من جانب في الدواوين يكون له صدى، كل المرشحين في الدائرة يذهبون إلى نفس الطرح حتى يحصلون على نفس الصدى وحتى يحصلون على يعني اليوم الصدى. الموضوع اللي يسوي ضجة الكل يتكلم فيه، فجأة الكل يتحدث عنه، حتى لأنه وجد أن في الدواوين في صدى له، فلذلك هو تبنى أيضا حتى يحصل على نفس الصدى. لكن في عملية التجربة والخطأ يحاول أن يحصل على أوراق توصل إلى مجلس الأمة، وأعتقد أن هذا الأسلوب بدائي جدا وله تأثير سيء على مجريات العملية الانتخابية. لابد كذا مرة أن لابد من أن يكون هناك تنظيم للحياة السياسية عن طريق البرامج وعن طريق التنظيمات السياسية والأحزاب، حتى يكون هناك فهم للبرامج وفهم للطروحات بدل من الطروحات اللي الشعبوية المفتوحة. يعني السقف مفتوح إلى درجة أن شاهدنا بعض الندوات وكأنك في حفلة زار. نعم. صراخ وعويل ومرشحين يبحثون عن أي قضية حتى يدغدغوا عواطف الناخب، قضية الجنسية، قضية، ولا أحد يسأل ما هي القضية الحقيقية التي يتبناها المرشح، لا أحد يعرف ما هو البرنامج الذي الرؤية الخاصة للمرشح، ليس لديه رؤية، ولكن كل ما يطرح في الساحة يتبناه بس من أجل أن يصل إلى مجلس الأمة، بغيث الوصول إلى مجلس الأمة، بعد أن يصل مجلس الأمة يتناسى كل هذه القضايا. نعم يوسف، يعني رأينا بعض القضايا اللي تناسوها لسنوات طويلة، يعني في بعض القضايا اللي أثيرت سنة 2013-2014 وتم أخذ الحكم فيها سنة 2014، رأينا اليوم يعود المرشح إليها، وتحديدا نتحدث عن بعض القضايا الأمنية يعود المرشح لها في الدائرة الرابعة حتى يتحدث عنها ويتبين بأنه متصدر لها ومستعد أن يتبناها. ايش معنى هالتوقيت؟ وينكم قبل؟ صحيح.
صحيح. لا أنا في ملاحظات، يعني مثلا محمد هايف كنموذج. نعم. محمد هايف كل حياته البرلمانية يتكسب من قضية الطائفية. نعم. شيعة وسنة. كل الحياة؟ لا يوجد لمحمد هايف طرح غير الطرح الطائفي، لكن في هذه الانتخابات لم يتطرق للطائفية نهائيا. شنو يعني بوز؟ وهذا يعني غريب على شخص يعني كل طروحاته كانت تتمحور حول القضية الطائفية وكسب الأصوات من خلال إثارة الطائفية داخل المجتمع الذي يحيط فيه. نعم. الآن هذه الانتخابات لم يطرح ولا مرة في أي ندوة قضية الطائفية، عكس زميلة النائب وليد طبطبائي الذي من أول يوم أعلن عن حملة الانتخابية كان المحور الرئيسي في هذه الحملة هو الضرب في الطائفة والطائفية بحيث أنه يستفيد منها بغض النظر عن نتيجة هذه الطروحات. دعنا نقف على محمد هايف، وهو يعني نائب سابق والآن مرشح إلى مجلس الأمة وينتمي إلى تيار ثوابت الأمة، وأعتقد بأن طبطبائي قريب له وقريب إلى طرحه، ولكن امتناع محمد هايف عن هذا الطرح هل هي إعادة حسابات للساحة وما تحتاج الساحة؟ لربما اليوم بعض المرشحين قرأ بأن الساحة أصبحت واعية من ناحية الطرح الطائفي، فالمواضيع الطائفية التي تطرح ستضر المرشح التي يتبناها، لذلك على حساب هل ممكن يعني جزء من هذا الموقف من محمد هايف هو يتعلق بهذا، لكن الآن أصبح التنافس داخل القبيلة بين مكونات القبيلة، وربما قضية الطرح الطائفي لا يعني تؤثر في قضية التقسيمات داخل القبيلة. لم تلاقي القبول؟ ليست فقط لا تلاقي القبيلة، لأن كل فخذ ما يسمى فخذ داخل القبيلة وهي التقسيمات العادية للقبيلة لديه مرشح ويتبنى هذا المرشح من خلال تشاورية، من خلال عدم ترشح أحد غير هذا المرشح لهذا الفخذ أو لهذه الشريحة من القبيلة، ولذلك كل طرف راح يركز على مرشحة كل فخذ أو كل شريحة داخل قبيلة راح تركز على مرشحها، وربما لم تعد قضية الطائفة تهم كثيرا فيما يتعلق. أصبح من يمثل التيار أو من يمثل الفخذ يعني هو اللي عليه. يعني هو يعني دائما هناك كثير من المرشحين يبحثون أو يعيشون على الصوت العائم اللي نسميه إحنا الصوت العائم الذي ليس له مرشح، وممكن هذا أن تصطاده من خلال الطرح الطائفي المناطقي العائلي اللي ممكن أن ممكن أن تستفيد منه، لكن الآن أصبحت القضية أصعب، يعني بحاجة إلى إعادة صياغة المشهد داخل القبيلة حتى يستفيد من فكرة الصوت الواحد. تمام. أعود مرة أخرى إلى بعض المرشحين اللي بدأوا يطرحون الطرح الطائفي، وبعيدا شوي عن الدائرة الرابعة نروح الدائرة الثالثة. يعني عندما تطرقت إلى الطبطبائي وطرح الطائفي، ليش بيوسف البعض ما زال يتعمد أن يطرح هذا الطرح الطائفي ولم يتم اتخاذ إجراء فيه؟ وبالأمس القريب رأينا إلغاء بعض المرشحين اللي لا ناقة لهم ولا جمل بقضية الطرح الطائفي ولكن شطبوا، لماذا اليوم المرشح اللي يطرح يعني الطائفي لا يشطب؟ كل يعني هناك مرشحين يعني ليس لديهم ذخيرة سوى هذا الطرح الطائفي، وليس لديه برنامج واضح أو تصور أو رؤية ممكن أن يفيد بها المجتمع داخل مجلس الأمة أو خارجه، ولذلك هو هذا الطرح كان مفيد في الأصوات الأربعة. الآن لم يكن لديه فسحة من المناورة حتى يستفيد من هذه الطروحات، لكن اليوم الصوت الواحد عاد صياغة كل شيء في الدائرة الانتخابية، ولذلك كثير من كانوا يستفيدون من الجو الطائفي الآن ما عادوا يبحثون عن هذا الجو، ووجدوا في أو يعني استعانوا بأشياء أخرى يعني تجعل منهم أو لديهم فرصة في الوصول إلى مجلس الأمة. نعم. أعود مرة أخرى إلى يعني المرشحين والأبرز للوصول إلى مجلس الأمة، وفي السابق تحدثنا عن مجموعة من الأسماء واليوم راح نعيد هذه الأسماء. هل الأسبوع اللي طاف صارنا أسبوع متكلمين على الدائرة الرابعة عدل؟ من الأسبوع اللي طاف للحين هل طرأ تغيير؟ أحد برز على الساحة أكثر؟ يعني هناك محاولات داخل بعض القبائل، وهناك محاولات لترتيب نوع من التبادل الأصوات من دائرة لدائرة وليس داخل الدائرة نفسها، يعني هناك محاولات بين الدائرة الثانية والدائرة الرابعة مثلا في موضوع تبادل الأصوات. في أكثر من مرشح كان هناك حديث في قبيلة الرشايدة، في قبيلة عنزة كان هناك حديث الأسبوع الماضي عن محاولات لترتيب تبادل أصوات
من دائرة لدائرة. مفيدة هذه الحركة يعني؟ يعني ممكن واحد تغير الرقم؟ يعني ممكن واحد في ظل الصوت الواحد مفيدة، لأن 100 صوت أو 150 صوت لها تأثير كبير على الساحة، ولذلك أعتقد أنها يعني يستفيد منها المرشح. نعم، أعود مرة أخرى لترتيب الأرقام معك بيوسف. لو اليوم عدنا إلى قبيلة مطير الكرام، قلت لي المرة اللي طافت معجزة إذا نجح 4 ممكن يعني احتمال كبير 3 أو حتى 2. صحيح. هل تغير شيء ولا سينجح يعني القبيلة؟ الآن ربما صارت يعني الفرص أفضل لأن يحصلون على 3 مقاعد. 3 مقاعد. الأول سيكون منهم؟ يعني الحديث عن محمد هايف. نعم، راقبت محمد هايف ولم تجد أن هناك طرح طائفي. يعني هذه الانتخابات يختلف، يعني نحن أمام محمد هايف جديد. نعم. ليس له علاقة بالطائفية ويحاول أن يتجنب الطرح الطائفي. على شنو يدل هذا؟ يعني دليل على أو مؤشر على أن ما عادت قضية الطرح الطائفي مفيدة. نعم. للتكسب عليها، ولذلك هو يبحث يحاول أن يبحث عن فرص أخرى. المعلومات تقول أن أو ما يتردد في الدائرة هنا هو يواجه مشاكل كثيرة، مع أن مرشح من قبيلة مطير أنه يكون أحد يعني نوابها في مجلس الأمة. المرة طافت قلت لي ممكن يكون الأول. وارد أن يكون الأول في الدائرة، لكن هذه يعني تحتاج إلى مجموعة مؤشرات حتى نفهم يعني لماذا كان في الفترة الماضية هو مرشح أن يكون الأول على الدائرة. لكن الحسبات الآن بدأت تتغير، لأن بدأت تبرز على الساحة منافسين جدد، بدأ يبرز على الساحة قضايا جديدة لها صدى، بدأ يبرز على الساحة يعني مرشحين أيضا يغازلون التيار الإسلامي بحيث يستفيدون منه، لم يعد حكر على أو هذه التركيبة يعني اللي جاز التعبير المتطرفة من الطرح الديني لم تعد تلقى قبول في الدائرة، فلذلك كان هناك أصوات أكثر اعتدالا من صوت محمد هايف. كل هالمنافسات هذه تؤثر بشكل أو بآخر على وضع محمد هايف، لكن حتى الآن هناك أجواء لا زالت تتحدث عنه أنه هو راح يكون الأول. نعم، من تعتقد سيمثل قبيلة مطير بمجلس الأمة بيوسف بعد أن تحدثت عن محمد هايف واليوم لم يعد يدعم؟ يعني هل هو فقد دعم التيار قبل أن انتقل عنه ولا؟ لا، هو التيار ثوابت الأمة، يعني ليس تيار بالمعنى تنظيمي لكن. نعم. تيار شعبي. نعم، ولكن التيارات ولا زال موجود، لكن هناك يعني حسب يعني ما يتردد في الدائرة أن هناك عدم رضا من بعض الأطراف التي كانت تتبنى فكرة الصراع الطائفي. نعم، ننتقل الآن إلى قبيلة مطير الكرام، ومن تعتقد المرشح الفوز من هذه القبيلة على الرغم كثرة الوجوه، سواء القديم المرشح القديم الذي عاد إلى الساحة أو الوجوه الجديدة؟ يعني هو يعني إحنا إذا أخذنا الأفخاذ هناك أرقام، الأرقام هذه تؤشر إلى شيء. يعني مثلا إذا أخذنا فخذ الدياحين، نعم، هناك تقريبا ما يصل إلى 7000 صوت. نعم. داخل هذه الشريحة داخل قبيلة مطير، ولديها 3 مرشحين، ومن ضمن المرشحين نائب سابق مخضرم قديم وله وضع في الدائرة، وله حتى يعني متعاطفين معه وأنصار من خارج فخذ الدياحين، وهو النائب حسين مزيد. نعم. يعني هذا منافس قوي في الساحة اعتمادا على الفخذ الذي ينتمي له، واعتمادا على علاقاته داخل الدائرة بين قبيلة مطير وحتى بين القبائل. نعم. الأخرى. هو مرشح للوصول. نعم. ثم لدينا النائب الحالي اللي. نعم. هو ماجد موسى. نعم. أيضا لديه يعني الفخذ اللي ينتمي له، فخذ يعني لديه رقم قريب من رقم الدياحين اللي هو وهو العبادل، ولديهم تقريبا 3 أو 4 مرشحين، منهم محمد هايف ومنهم ماجد موسى، ربما هم يعني الرمزين إذا جاز التعبير داخل هذا الفخذ الذين ممكن يحصلوا على الكم الأكبر من الأصوات في الانتخابات، أو. نعم. يستطيعون أن يحصلوا باعتبار أحدهما نائب سابق ونائب حالي، ممكن أن يحصلوا بعض الأصوات من خارج إطار الفخذ ومن خارج إطار القبيلة لسبب الخدمات واللي قدموها للمواطنين. نعم. ثم يعني هذول نقدر نتكلم عن 3 من قبيلة مطير هم الأكثر حظوظا في الحصول على مقاعد مطير 3. محمد هايف، حسين مزيد، وماجد موسى. هناك شباب
انت المره طافت قلت لي اراهن على الدكتور خثيه. لا كنا نتكلم عن شلاحي بوصليب والخثيه. سعود بوصليب لان نعم. يعني الحين انا بتحدث عنهم الشباب هناك فرصه لهم. اللي هم بوصليب؟ سعود بوصليب. نعم. دكتور نايف ضيدان. ضيدان الخثيه. نعم. وهم الاكثر حضورا على الساحه. نعم. بعد الثلاث واعتقد تحديدا الدكتور نايف الخثيه الاسبوع اللي طاف بتويتر كان له حضور قوي. حضور قوي وحتى القضايا اللي طرحها قضايا يعني عاطفيه. نعم. يعني تستجلب العاطفه من الجمهور ومن الناخب وطرح قضيه الجنسيه كل علاتها يعني لا احد يسال ما هي ملابسات قضيه الجنسيه او سحب الجناسي لكنها تلامس هموم الشارع القبلي. وتحدث تحديدا عن بعض الاسماء. صحيح. هي ورقة يستخدمها المرشح للاستفادة من تمام. الحصول على أكبر كم من الأصوات. وعندنا الشلاحي نواف الشلاحي أيضا له يعني وضع مهم وأنا حشرح بعد قليل يعني ليش لأنه هو يمكن يكسب من طرفين يكسب من العبادل أيضا وهو جزء من مرشحين العبادل لديهم ماجد موسى ثم محمد هايف وأيضا لدي أخواله يعني ممكن أن يكسب منهم ينتمون إلى أغلبهم ينتمي إلى قبيلة البدور. نعم. وهو يعني منافس الآن أصبح منافس داخل حتى الشريحة الشيعية من حيث كسب الأصوات من داخلها يعني إحنا عندنا محمد عويد المطيري هذا يعني هو سيحصل على نصيب الأسد من أصوات الشيعة في الدائرة عددها تقريبا 4000 صوت. نعم. ثم لدينا نواف شلاحي مرشح يحصل أيضا على عدد كبير بحكم انتمائه بحكم انتماء أخواله لهذه الشريحة. ثم لدينا نواب آخرين عسكر العنزي ومبارك الخرينج راح يستفيدون من أصوات هذه الشريحة. نعم. خلني في إطار مطير قبل أطلع بيوسف الحين أعطيتني ما شاء الله 1 2 3 4 5 6 7 أسماء من قبيلة أمطير الكرام يتنافسون على 3 إلى 4 مقاعد إذا بختار منهم 3 الآن سأختار 3 أسماء من هذه الأسماء اللي ممكن أن يصلوا إلى مجلس الأمة يعني أنا أعتقد من المبكر أن نتحدث من يعني سراح نشرح في نهاية الحلقة 12 اسم سيصلون أو تدور المنافسة داخل إطار هذا 12 واحد. نعم. إذا ننتهي الآن من قبيلة مطير الكرام وأنتقل معاك إلى قبيلة الرشايدة ولكن أروح فاصل بيوسف وبعدها أرجع أتواصل معاكم. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مستمرين معكم في برنامج المرصد مرة أخرى أرحب بضيفنا العزيز بيوسف الأستاذ ناصر العبدلي وأرحب بكل السادة المشاهدين اللي انضموا معنا من بعد الفاصل لمتابعة ما تبقى من الحلقة وكنا نتحدث عن الدائرة الرابعة وتطرقنا إلى أبرز المرشحين في الدائرة الرابعة وتحديدا قبيلة مطير الكرام الآن ننتقل إلى قبيلة الرشايدة وأعتقد بأن الرشايدة أيضا لهم مجموعة من المرشحين اللي منهم من المجلس السابق ومنهم من في المجلس يعني منهم جديد على الساحة ويتمنى أن يكون في المجلس المقبل كيف ترى حظوظ قبيلة الرشايدة الكرام بيوسف؟ يعني الرشايدة يعني نفس الوضع بالنسبة للمطران نعم ترى بأن الصورة متقاربة يعني متقاربة إذا ثلاث مقاعد وإذا كانت يعني الفرص أكبر يحصلون على 4 مقاعد ممكن وارد بس المطران صعب 4 المطران صعبة لأن المطران يعني كثرة التقسيمات داخل القبيلة تختلف عن قبيلة الرشايدة نعم وممكن أن تحول هذه التقسيمات دون حصولهم على المقعد الرابع نعم لكن قبيلة الرشايدة أسهل من ناحية التقسيم داخل القبيلة وحتى أن يعني فخذ العونة من الرشايدة هم رقم 2 بالقبيلة عمل انتخابات تشاورية داخل الفخذ ونجح أحمد البغيلي عضو المجلس البلدي ومبارك خرينج وهذا يعني يعطي دفعة لبقية الأفخاذ أن تستفيد من هذه الفكرة بحيث أنه يكون تركيز على 4 إلى 5 مرشحين ثم ممكن يكون منهم 4 ممكن يصل 3 حسب يعني التنافس داخل الدائرة تمام
الآن نعود مرة أخرى إلى أبرز المرشحين من قبيلة الرشايدة. يعني شعيب المويزري. شعيب المويزري المرة اللي طافت قلت لي هو الأقل حظوظاً. وزير ونائب سابق لكنه يظل في دائرة التنافس في القبيلة. إذن. أقل من غيره لكنه يظل في الدائرة. نعم. الثاني. علي الدقباسي. الدقباسي. نائب لأكثر من دورة. ووزير انتخابي. لا ما كان وزير. كان رئيس مجلس العربي. إيه لكن رئيس البرلمان العربي. نعم. لكن كان موجود في أكثر من دورة انتخابية أو دورة برلمانية. نعم. وكان له حضور ولديه علاقات واسعة جدا في الدائرة ليس فقط داخل قبيلة الرشايدة لكن في كل القبائل. نعم. أيضا مبارك الخرينج بحكم التشاورية يعني. مبارك الخرينج نائب لأكثر من دورة، نائب رئيس مجلس الأمة، لديه علاقات أيضا داخل القبيلة وخارجها. لا تنسى أن أهل العمرية بالتحديد يستفيد منهم مبارك الخرينج لأن لديه شريحة كبيرة من غير القبائل ليس لديها مرشح، هم الشريحة الحضرية وشريحة الكنادرة والفوادرة والعواضية غيرهم موجودين ويصوتون موجودين وليس لهم مرشح. أيضا مبارك الخرينج يستفيد من أصوات الشيعية في الدائرة، يستفيد بحكم علاقته يعني القديمة وتواجدهم أيضا في مناطق محددة مثل العمرية والفروانية والرابية، فيستفيد منهم أكثر من غيره. تمام. عندنا أحمد البغيلي. نعم. عضو مجلس بلدي وله يعني من عوائل المهمة في الرشايدة وأيضا يعني له فرص كبيرة جدا باعتبار أن الفخذ اللي زكاه هو مبارك الخرينج ممكن أن تكون الأصوات حتى إذا أتت بالنصف مناصفة يعني ينطلقون من 2000 صوت، هذا إذا افترضنا حضور الفخذ بشكل كامل و يعني صفر 2000 يعني أتوقع أنه إذا احضروا. نعم. يعني مشكلة القبيلة أن لا يحضر منها سوى تقريبا 80% فقط من يعني إذا 80% يعني 1600 يعني هم بلش ب 900 يعني هذه يعني مثل ما نقول احنا الصفر 900 ابدا من 1000. نعم. هذه فرصه اكبر للمرشح للحصول على يعني من اماكن اخرى. نعم. اذا هذه الاسماء الاربع الاكثر حظوظا في الرشايدة. نعم. نعم. من تعتقد لو قلت لك بوسف كم واحد من الرشايدة هل اهل الاربع كلهم ممكن يوصلون ولا لا تعتقد بان الحلقه الاضعف منه بينهم؟ يعني انا ما استبعد احنا نسين الخنفور. نعم. الخنفور يعني نائب لأكثر من يعني دورة انتخابية وأيضا له وضع داخل القبيلة ويعني لا استغرب إذا كان أحد يعني لأن مرشح بقوة ليكون عضو في مجلس الأمة المقبل، لأن حتى لو تحدثوا الآن خلال أسبوعين الماضيين كان حديث قوي جدا أنه في وضع سيء ووضع صعب وهناك منافس له داخل القبيلة على الاستفادة من الأصوات خارج القبيلة، لكن كل هذا يعني لدي الآن مؤشرات تقول بأن راح يحتفظ بوضعه السابق ويعود إلى المجلس. ويعود مجلس الأمة. غياب التيارات السياسية وغياب انتماء المرشحين أيضا عن التيارات السياسية هل هي الدرجة مثل يعني احنا تطرقنا في حلقة سابقة. نعم. إلى القطيعة بين القبيلة والتيار له درجة حتى في حتى الآن يعني الآن يعني حتى لو لاحظت عبد الله فهد دائما يكرر أنه ليس منتمي لتنظيم الأخوان المسلمين ولكن وهذا دليل على أن يستشعر بأن هذا التيار غير مقبول أو الحركة الدستورية غير مقبول داخل القبائل ولذلك هو يحاول أن يبتعد عن تصنيف نفسه بأن هذا التيار. نعم. إذا الأبرز من بين قبيلة الرشايدة الكرام هم حتى الآن خمس أسماء. خمس أسماء. والأبرز من أسماء طبعاً الكرام ثمان أسماء. صحيح. إذا يعني إذا أردت أن أتطرق إلى الطائفة الشيعية الكريمة في هذا. لأن أنا أعتقد أنه يعني هو عشان التوضيح لأن الانتخابات بالصوت الواحد لم تحظى بحضور قوي من قبائل بالسابق مطير بالتحديد وبعض القبائل الأخرى الرشايدة يمكن شاركوا بقوة في الانتخابات السابقة لكن هالمرة هناك حضور قوي من المطران ويعني رغبة في الحصول على مقاعد داخل البرلمان المقبل ولذلك لا نعرف حتى الآن كيفية التصويت ومدى تأثير الصوت القبيلة الأكثر في الدائرة على بقية القبائل. نعم. أعود مرة أخرى إلى يعني الطائفة الشيعية الكريمة أبو يوسف. هل هناك مرشح تجد بأن له حظوظ قوية في هذه الدائرة ممكن أن يصيب المقعد؟ يعني هو الأبرز محمد عويد المطيري وهو يحاول أن يستفيد من القبيلة ومن الطائفة
في هذه الانتخابات، وأتوقع أنه ينطلق يعني من لا يقل عن 1000 صوت بدايته. هو صفر محمد عويد، أتوقع 1000 صوت ينطلق منه، لكن إذا استطاع أن يحصل على أصوات من خارج كم يحتاج لوصول عتبة؟ يعني هو المتوقع أنه يرتفع رقم العاشر بحكم المشاركة الواسعة، يعني الرقم العاشر يرتفع. كم ممكن يحصل؟ يعني إذا 2300-2500 يعني متوقع هذا الرقم الأخير. يعني يحتاج أيضا إذا بدايته بالألف يحتاج 1500، سهل الحصول عليها؟ يعني الشيعة في الدائرة ما يقارب 4500. نعم. زين، إذا لديهم في هناك مرشح آخر، نعم، غير محمد عويد، مهدي فيروز، هل يعني ما هي الأرقام التي يحصل عليها؟ وأيضا هناك منافسين على الطائفة من السنة، يعني هناك مبارك الخرينج له حضور كما ذكرت، مبارك الخرينج وشلاحي وعسكر العنزي بعد حضور في هذه أو هذه الشريحة، ولذلك لا أعرف بالضبط كم سيحصلون على أصوات، لكن محمد عويد يعني متوقع أنه سينطلق من 1000 صوت. ممكن يحصل على كرسي؟ يعني هذه الصعوبة كيف سيحصل على أصوات من القبيلة ومن خارج القبيلة، يعني يقدر يأخذ شيء من القبيلة لنكون شوي، يعني وارد، ما استبعد، ممكن ما استبعد. نعم، مستمر معك أبو يوسف ومع السادة المشاهدين، راح أروح فاصل صغير بعدها رجع أتواصل معكم مرة ثانية. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل بيوسف، جاهز لتعلن عن الأسماء الـ12 تقريبي، يعني حتى عشان لا يزعلون علينا أهلنا وربعنا بالدائرة الرابعة وكلهم لهم كل الاحترام والتقدير، المرشحين نتمنى للجميع التوفيق دون استثناء، لكن هي أرقام بالنهاية وقراءة. وبيوسف قراءتك يعني أنت ما شاء الله صار لك سنوات وأنت في الدائرة الرابعة تقرأها عن كثب وتعرف كيف يعني تدور الأمور، وتحديداً لدى قبيلة المطران الكرام والرشايدة الكرام 12 اسم بيوسف. احنا ما طرقنا طبعا لقبيلة العجمان المرة اللي طافت، قلت لي راح يكون تشاورية، يعني هيف مبارك الحجرف. مبارك الحجرف هو يعني احنا نفترض الان 12 واحد فيما لو القبائل التي اجرت تشاوريات ومرشح واحد حضرت انتخابات وحضرت كاملة، يعني أي غياب عن المشهد، نعم، يعني سيكون هناك مشكلة لمرشح هذه القبيلة. نعم، بيوسف قولي الـ 12 اسم اللي عندك وخلنا بعد ما تعلن عنهم ونشوفهم على الهواء مباشرة. يعني المرشح الأول مرشح الظفير، قبيلة الظفير، الصويط، ثامر صويط، تجد له حظوظ ومضمون، يعني حظوظ إذا حضرت القبيلة. من اللي مقعده مضمون؟ يعني ليس هناك مقعد مضمون في الدائرة بسبب أن القبائل في بعض الأحيان تحضر 60%-50%، نعم، بعض المرات لا تحضر المرأة المشاركة في الانتخابات أما طوعا أم كرها، يعني فتخسر القبيلة أصوات ثم لا تستطيع أن تبني عليها قراءة. إذن تامر صويت، حسين مزيد الدحاني، حسين مزيد، سعد الخنفور، سعد الخنفور، سلطان الغيصم، سلطان الغيصم الشمري، الشمري، محمد هايف، محمد هايف، شعيب المويزري، نعم، عسكر العنزي، نعم، علي الدغباسي، نعم، ماجد موسى، نعم، مبارك الخرينج، مبارك الخرينج، ومبارك الحجرف، مبارك الحجرف العجمي، نعم، ثم يعني الشاب الذي تنبأنا أنه يكون ربما يكون حصان الفائز في هذه الانتخابات جديدا وهو سعود أبو صليب. يعني توقع له حظوظ؟ يعني ممكن، يعني هذه الدائرة يعني كما أسلفت تحدثنا قبل قليل عن بعض الشباب المشاركين من قبيلة مطير لهم حظوظ أيضا، تمام، لكن في النهاية هي حسبة أفخاذ وصراعات داخل القبيلة أو تنافس داخل القبيلة، ممكن أن نتحدث عن آخرين، لكن سعود بوصليب ربما المنطقة يستفيد منها بخلاف بعض المناطق الأخرى، نعم، كونه موجود في منطقة الرابية، لديه ديوان، لديه علاقات واسعة جدا مع القبائل التي ليس لديها مرشح في هذه المنطقة في العمرية والرابية، هما يعني هاتين المنطقتين أكثر تميزا من المناطق الأخرى. نعم بيوسف، أشوف معك الجرافيكس مرة ثانية، الأسماء اللي أعلنت عنها نراها على الهواء مباشرة،
مثل ما أعلنت عنها قاعد نشوفها الآن هذه الأسماء الاثنى عشر على الهواء مباشرة بدءا من المرشح ثامر الصويت وتنتهي بالحجرف. بيوسف مرة ثانية قبل أختم معاك بنقطة مهمة جدا، كم تتوقع نسبة تغيير وجوه أعضاء مجلس الأمة السابقين في المجلس المقبل؟ يعني أنا معاك لما حللنا من بداية انطلاق هذا البرنامج حتى اليوم كل دائرة بيوسف ما رأيت، يعني ما سمعت من عندك يدد إلا واحد اثنين، فأعتقد أن نسبة التغيير تتعدى 10 ولا 20. التغيير صعب، يعني إذا أخذنا الدائرة الرابعة مثلا هناك نواب مرشحين خرجوا من المنافسة بسبب التشاوريات، لم يعودوا موجودين في الساحة الانتخابية، هذا يعني يحسبون من ضمن التغيير. نعم، ولذلك هو التغيير حسم قبل الانتخابات. كم بالمئة يعني؟ يعني ممكن التغيير يطال 4-3 في كل دائرة. في كل دائرة. إذا 4-3 يعني 30% إلى 40% تقريبا. البعض كان يتحدث عن نسبة تغيير هو تصل إلى 80%. نسبة التغيير يعني الدائمة في الانتخابات تقليديا في الكويت كانت تصل إلى 45-50%. نعم. في بعض الأحيان. المرة هذه ما تعتقد. ودائما لو لاحظنا من تاريخ الحياة البرلمانية المستقرة في فترات المستقرة يكون هناك مجلس حكومي يطلق عليه ثم يأتينا مجلس معارض. تمام. لكن الآن الحسبة تغيرت. شو المجلس الطاف كيف تصفه؟ يعني هذا له ظروف خاصة، مجلس لأن ما حد شارك فيه بالانتخابات أو قليل شاركوا في الانتخابات، ولذلك لا يمكن حسبانه. إحنا نتحدث عن فترة السبعينات والثمانينات، كان هناك التصنيف مثل ما تكلمنا كان تصنيف حكومي أو معارض. تارة حكومي تارة معارض. إيه، لكن الآن بعد سنة 90 هناك تقليعة جديدة إذا جاز التعبير وهو الحكومي المعارض. نعم. هذه ما سبق للحياة البرلمانية يعني كان بها نفس هذا الصنف من النواب، لكن الآن نجد أكثر شعارات وأكثر صراخ وأكثر إنجاز المعاملات. نعم. فهذه يعني تركيبة أو توليفة جديدة على الساحة البرلمانية. المعارض. كل الشكر والتقدير لك بيوسف، يعطيك العافية. لا أعلم إذا كان يعني هناك لقاء بيننا سيتجدد، ولكن تشرفت بالظهور معك في هذا البرنامج على مدار يعني شهر وزيادة شوي كنا نتحدث عن تحليل يعني العملية السياسية، التيارات اللي بالكويت، تحدثنا عن أبرز المواضيع اللي تطرح في الدواوين في الشارع الكويتي. انتقلنا بعدها إلى مرحلة متقدمة أكثر وهي تقييم هذه الدوائر، أبرز التيارات المشاركة، أبرز المقاطعين اللي عادوا إلى المشهد، وقد حصلنا شرف أن اليوم نقعد معك ونستفيد من كم الهائل المعلومات لك. طبعا البرنامج سيستمر، ولكن للضغوط للعمل اللي علينا ممكن أن الغد وبعد غد بإذن الله أحد الشباب يقدم برنامج. فكل الشكر والتقدير لك. الله يحييك. على أمل أن نلتقي فيك في برنامج المرصد بعد الانتخابات إن شاء الله، وأن يستمر هذا البرنامج إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ ناصر العبد البوسف، الشكر موصول للسادة المشاهدين. على أمل أن نلتقي ببرنامج آخر من البرامج التي نقدمها بإذن الله، راح يكون عندنا تغطية خاصة للانتخابات منذ يعني الساعة 8 صباحا وحتى نهاية العملية الانتخابية في يوم السبت، فانتظرونا. إلى اللقاء.